السلام عليكم. اليوم راح نحط لا فيديو الاولى في اليوتيوب، راح نخيط عبايا ان شاء الله تعجبكم. القماش عندي 2 متر ودمي. طويت القماش على زوج ومن بعد طويته على 4 بالطول. بعد بديت ندير في لي ميجور. درت في العرض تاع لي موش درتهم 25. درت في العرض تاع العباية، هي العباية راهي مقسومة على 4، دونك درتها 30 سنتيمتر. درتش العباية طويلة بزاف، درتها 130 سنتيمتر. بالنسبه للرقبه راح يكون فيها 15 سنتيمتر، نقسموها في النص تولي لك 7.5 7.5، دونك 7.5 منا و 7.5 منا. فتحه الصدر راح تكون مفتوحه بزاف، زدت فيها 27 سنتيمتر. قباك شغل مثلث، بعد نكمل نقطعها حتى لتحت نفتحها نقعدها. نخيطوا العباية من الفوق، احنا نفوتوا نخيطوا الفوق الكتف باش نهبطوا نحو نخيطوا من تحت. بعد ما كملت خيط العباية رحت قست من الرقبة، من أعلى الرقبة حتى لتحتها باش نروح ندير الكول مع هذاك التخيل يجي في العباية. الطول أنا جاني 275، اللي هو الطول تاع العباية فوا 2 بلس 15 سنتيمتر تاع الرقبة. العرض تاع لوتخي هذاك ديتو 10 سنتيمتر.
بيسك القماش ما كانش ما كانش عندي 275 في الطول، درت قسمت مع لزوج بعد دولت لي قطعة طويلة وخيطتها بين زوج. كففت اطراف تاع هذاك الشريط من الجهتين. في منتصف تاع الرقابه مع منتصف تاع الشريط اللي خيطته راح نخيط طرف تاع هذاك الشريط مع الرقابه. بعد ما خيطته معاه راح نعاود نطوي هذاك الشريط باش يقيس مع الرقبة تاني ونعاود نزيد نخيطه معاه. وفي لافا رحت كففت لتحت العباية تاعي، طويتها دفوة باش كففتها وزدت كففت الأكمام تاعي. بالنسبه للحزام والحاجه الاخرى اللي بقات لنا، درت الطول تاعو متر وفي العرض تاعو درت 10 سنتيمات. طويت الحزام تاعي دفوة ومن بعدها خيطته. وصلنا لافان تاع الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم العبايه. اذا عجبتكم ما تنساوش ديروا سبسكرايب وديروا لي جيم، واذا ما عجبتكمش ثاني ديروا لي جيم مش كامل طلعوا المورال. سي بوكو كي شفتوا الفيديو، نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. تشاو.